الو الو هاي راغب. هاي دريم، كيفك؟ عايش مثل هالناس. نعم، بقعد كثير بالبيت، ما بقعد 24 ساعة. ما كثير هيئتك عم تقعد بالبيت، عم بتشاغب. لا ما عم شاغب ابدا. طب انا خبرني شو قصة الصورة امبارح اللي التقطت لك انت وقاعد حد رجل ختيار كبير بالعمر، ومن بعدها خبرني الصورة اللي انت حطيتها او الفيديو اللي انت حطيته، رجعت على تويتر لتقلنا شو صار. يعني انا بعتقد الموضوع سخيف، يعني مش كل حدا بده يعمل سكوب بده يجي لعندي يحط لي صوره قديمه. نعم سوري، يعني هي صوره قديمه. ايه بس انا بكل الاحوال انا امبارح ظهرت، ايه عملت رياضتي، انا رياضه بعتبرها تقويه مناعه اساسا ومش بالجيم، لانه بعتبر انا بخاف من الاماكن المغلقه. نعم. بالهواء الطلق وعملت بسكليت على الطريق العام ورا السيارات، مش بالعجقه، يعني اساسا امبارح كان في استحاله الواحد يعمل بسكليت على الرصيف، كان في عالم كثير. نعم. سو انا عملت بسكليت ورا السيارات على اليمين، اخذ يمين وماشي انا وجروب، انا وخيي. يا راغب ما بيصير ما لازم تكونوا جروب، ما بتخاف انه حدا من الجروب بيكون معه كورونا او ينقل لك هيدا الفيروس، او يمكن حتى البسكليت ما تكون معقمه؟ يعني اليوم في اسئله كثير نحن صايرين عم نطرحها. اول شيء بسكليتي معقمه، وبسكليتي ما حدا بيدقرها. نعم. وبسكليتي ابني ما حدا بيدقرها، وبسكليتي تخيي ما حدا بيدقرها، كل واحد له بسكليته. ثانيا بنحط جلابس دائما، يعني مش حبه. بعد شوي حنوصل مرحله ليه عم تتنفس احلى ما تاخذ كورونا، ما فينا نكون هيك. انت بالنسبه لكتار ايدل اليوم شو بتنصحهم؟ بتنصحهم انه يضلوا بالبيت؟ بقول لهم انتبهوا. نعم. انتبهوا بذكاء، وانتبهوا بوعي، وانتبهوا مع مين تحكوا، وانتبهوا مع مين تقعدوا، ما تسلموا بالايد. وبلاقي هيدي البوسه اكتشفت انه اول مره بحياتي بهالفتره ما بقرب، لاني ما عم سلم على حدا اصلا. من وراك بكل... من وراك انتشرت الترند انه نسلم على بعض بالاجر. انت او بالضبط. انت كنت سباق بنشر هيدا الترند، وانت بالنهايه ايدل، يعني نحن بنتشبه فيك وبنعمل مثلك. فاذا انت عم تعمل رياضه اليوم وعم تركض وعم تعمل بسيكلات، اكيد في كثير ناس حيتشجعوا ويعملوا هيك. فانا بس بدي اطلب منك انك انت يعني قد ما فيك تنتبه، وهن كمان اللي بدهم يعملوا مثلك يعرفوا شو هن الستبس اللي اذا حابين يظهروا من البيت شو لازم يعملوا. يعني بقول للعالم انه بس انتبهوا، يلاحقوا موضوع الكورونا كيف بينتقل، وما يعتبروا انه الكورونا بالاكسجين جاي، وقال لك انك كنا متنا. ما يعني الكورونا بالرذاذ بينتقل اذا حدا عطس، بالسلام بينتقل اذا حدا تعرض، بالنفس بينتقل، بالبوسه بينتقل. انا بدي كنت هيك بس اطمن عليك وشوف شو صحه هالاخبار امبارح. حبيبي برجع بقول لك انا كلنا ننتبه وما نعمل بانيك انه حنموت انه موزع بالهواء. ان شاء الله لا، ان شاء الله كثير، بس هذا البانيك ممكن يأذينا. راغب ما بتفكر هلا لانه الناس قاعده ببيوتها تهدينا كليب نحضره نسمعه ونتسلى؟ يعني بعرف اكيد عندك اغاني كثير مسجله وناطر الوقت المناسب، ما بتلاقي هلا وقت مناسب بما انه الناس بحاجه لتسمع موسيقى؟ الوقت مناسب، لكن الكليب يحتاج الى تجمع من البشر انه نشتغل فيه. أوكي. وانا مني ابدا ردي اني اجتمع مع مجموعه كبيره من الاشخاص. اوكي راغب، ان شاء الله نحن بنرجع بنلتقى فيك شخصيا بعد ما تخلص وتمر هالازمه على خير يا رب. ونحن كان عندنا موعد نلتقى فيك ببيتك مع العائله، مع جيهان والولاد. كمان نحن اجلنا هالشيء انا وياك، اكيد بنأجلها بنعيدها بنعملها غير مطرح. بس بدي اقول للعالم انه ان شاء الله بعد هالازمه رح نرجع نزرع الفرح والفن والحفلات والفرح، وما في نزله ما في مقابيلها طلعه، هيدي النزله اللي نازله بدي اقول للعالم يتفائلوا، بعد هالنزله في طلعه كبيره باذن الله لكل العالم. اي غنيه من اغانيك بتهديهم اليوم؟ يا حبيبتنا بيروت شو صاير بالدنيا، بيروت يا بيروت دخلك لا تنحني. ميرسي لك راغب. ميرسي لك، شكرا.